عدد كبير من الفتيات وصل ل 120 فتاة من المحافظات الحدودية كانوا على موعد للمشاركة في مهرجان العالمين في نسخته الثانية، وده ضمن استضافة المهرجان لملتقى أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتورة دينا هويدي، مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي لملتقى 17 لثقافة وفنون المرأة والفتاة. صباح الخير عليكي دكتورة دينا. أهلا وسهلا بيكي. بداية دكتورة، لما نيجي نتكلم عن مشاركة البنات والفتيات في مهرجان العالمين وتفاصيل المشاركة. الحقيقة هو الملتقى احنا متواجدين في اسكندرية، الملتقى 17 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة من المحافظات الحدودية. مشارك معانا 121 فتاة من 6 محافظات حدودية، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان بمركزيها أسوان ونصر النوبة. مشارك معانا البحر الأحمر بحلايب وشلاتين وأبو رماد. مشارك معانا مطروح وكمان الوادي الجديد بمركزين الخارجة والداخلة. البرنامج الحقيقة برنامج توعية وتثقيف وتدريب وتمكين. أيضا كنا متواجدين في محافظة الإسكندرية كأحد المحافظات اللي بنمر عليها في كل ملتقى من الملتقيات. ضمن إطار البرنامج احنا الحقيقة بنحط نشاط رياضي صباحي، رالي مشي، بنحط محاضرات ولقاءات توعوية وتثقيفية للفتيات في محاور عدة، قضايا اقتصادية مجتمعية زي تكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي ومناهضة العنف إلى آخره. كمان بنحط قضايا بيئية، دي كلها محاضرات ولقاءات بتتم بالتعاون مع جهات كثيرة. في أيضا برنامج تدريبي مكثف للفتيات والسيدات. احنا السنة دي كان عندنا 9 ورش تدريبية، 4 منها ورش أدبية لكتابة القصة القصيرة، إلقاء الشعر، الحكي المسرحي وغيره، بالإضافة إلى 5 ورش الحقيقة كنا مشاركين فيها في برنامجنا، وهي ورش تراثية زي فن الخيامية، بالإضافة إلى فن الفنون المكرمية والفنون المعاصرة وكمان السجاد اليدوي. البنات ساعدوا جدا بالورشة دي. كمان كان موجود معنا الاكسسوار كفن حديث وإعادة تدوير البلاستيك لعمل حقائب يد. دي ورش الحقيقة كلها بيكون ضمن إطار برنامج بتاعنا، بس بيكون عندنا يوم ثقافي ترفيهي. اليوم ده اخترنا إن هو يكون في العالمين، والحقيقة إحنا سعيدنا جدا باليوم ده لأنه الفتيات شاركت في معظم الفعاليات اللي كانت موجودة، يعني لعبوا راكت ولعبوا كرة قدم وكانوا موجودين على الشاطئ، وشرفنا طبعا معالي الوزير بلقائهم وكانوا سعداء جدا بالتقاط صورة تذكارية معاه. طيب ده عظيم جدا، ومن كلام حضرتك واضح انه في اهتمام بكل الحرف والمنتجات اللي بيقوم بيها اهالي كل محافظه من هذه المحافظات الحدوديه. حقيقي طيب. حقيقي فعلا. ده عظيم جدا. البرنامج بتاعهم كان عامل ازاي بقى يا فندم في العالمين، وازاي تم اختيار هذا العدد؟ يعني احنا قلنا 121 فتاه من عدد كبير من المحافظات الحدوديه، ازاي تم الاستقرار على هذا العدد؟ كويس قوي. احنا ال 121 مشاركات من 6 محافظات حدوديه بالاضافه الى القاهره كمركزي. مشارك معانا حي الاسمرات ايضا من عن القاهره، بالاضافه الى الاسكندريه المحافظه النظيفه. احنا كل محافظه بننزل فيها بيكون فيها مجموعه كبيره من الفتيات، عدد كبير، بنحاول نعمل دمج للفتيات ما بين المحافظات الحدوديه وغير الحدوديه. عن طريق طبعا اعداد برنامج مكثف ليهم زي ما ذكرت لحضرتك. اسكندريه السنه دي كانت مشاركه معانا الحقيقه ب 25 فتاه وسيده من رواد اصول الثقافه في اسكندريه. مشارك معانا 15 فتاه من وحده نهضة العنف في جامعة اسكندرية، وده كان برضه ساعدنا بيه جدا، بالإضافة إلى 10 فتيات من ذوي الهمم أو ذوي الإعاقة، جمعية السم والبكم. وكنا سعداء جدا لأن تعليمات معالي الوزير طبعا اللي بيقام أساسا الفعالية تحت رعايته، التوجه إن احنا ندمج ذوي الإعاقة معانا، فشفنا إن فرصة مهمة جدا إن احنا يكون عندنا العدد الكبير ده بالإضافة إلى محافظات الحدودية إن احنا ندمج ذوي الإعاقة. فكان معانا بالفعل جمعية السم والبكم بكم ومعاهم مترجم لغه اشاره، وساعدنا بالدمج لدرجه انهم عملوا مسرحيه مشتركه، وده كان امر يعني اسعدني جدا الحقيقه. اكيد دكتوره دينا، فكره ان معانا هذا العدد من البنات من 6 محافظات حدوديه مختلفه، احنا عارفين ان كل محافظه من محافظاتنا عندها خصوصيه كده. البنات عملوا ايه بقى؟ تبادل ثقافي كده بينهم وبين بعض؟ اتكلمتوا معاهم عن التقريب من وجهات النظر؟ يعني الامور ماشيه ازاي ما بين البنات؟ عايشوا مع بعض ازاي؟ احكي لنا كل التفاصيل دي. جميل جدا. بصي يا استاذه منى، احنا لما بنحط البرنامج بتاعنا الحقيقه بنكون حريصين جدا ان احنا نعمل دمج ما بين الفتيات.
لو احنا حكينا ان احنا محتاجين نعمل الدمج يا جماعه، الحقيقه كل محافظه بتيجي بخصوصيه زي ما حضرتك ذكرتي، وكل جروب بيبقى متواجد مع بعضه، ويعني مش عايزين يحتكوا، وحضرتك عارفه البنات شويه بيبقى عندها رهبه انها تتعرف ببعض. لكن احنا وضعنا انشطه تخليهم يندمجوا مع بعض، يعني مثلا هم بيلتقوا مثلا على وجبات فطار وغدا وعشاء متواجدين مع بعض، متواجدين في الورش التدريبيه مع بعض، يعني الورشه الواحده فيها ميكس من كل المحافظات، ويبداوا يتكلموا مع بعض وتعلمها والى اخره. بالاضافه الى النشاط الرياضي الصبح كان مهم جدا ان ندمجه بشكل يعني اسرع مما كنت اتخيل الحقيقه فيه. كمان عملنا امسيه ثقافيه عن دور المراه في الحفاظ على التراث، وقدمت هذه الامسيه وما كنتش اتخيل النجاح المنقطع النظير ليها. كل محافظه قامت تتكلم عن عاداتها وتقاليدها، فبداوا الكل يتفاعل، وبالتالي خرجوا منها الحقيقه عندهم كم معلومات كبير جدا عن تراث كل محافظة مشاركة. بالإضافة إن البنات بدأت تسأل بعض، يعني طب وانتوا بتعملوا إيه في كذا، فأصبح في حالة من الدمج. الأنشطة كمان الأدبية، المسرح اشتركوا مع بعض فيه، إلقاء الشعر اشتركوا مع بعض فيه، كتابة القصة كمان كانوا بيتكلموا مع بعض فيها. فالحقيقة إنه يعني عايز أقول حضرتك الأنشطة هي اللي لما وضعنا لها رؤية واضحة حققت الهدف الأساسي من الملتقى، وهو الدمج بين الفتيات وتبادل الخبرات والثقافات. دي اكيد حاجه مهمه جدا دكتوره دينا، واكيد حاجه حرصتوا عليها زي ما حضرتك بتقولي، قد يكون في بعض الرهبه في التعرف ما بين البنات وبعضهم، لكن برضو طبيعه البنات كده يا شاذلي بيبقوا عشريين كده وحبوبين، فهتلاقيهم بعد شويه صغيره تلاقي البنات اندمجوا جدا، واكيد ده فرق معاهم وفرق معاهم في الاستفاده. كل الشكر ليكي دكتوره دينا هويدي، مدير الاداره المركزيه لثقافه المراه، شكرا جزيلا.